مضطرين مضطرين، ما نصورش إنسان أنا عايش في رفاهية ولا عايش حتى نقوله مرتاح يلقى روحه معناتها يتلز باش يمشي القرض البنكة وتزيد البنكة من غادي خوي العزيز يتفاهم معاهم على تي ام معين باش يقصوهم تاع قرض كيما نقولوا يتفاهموا على 4% 5% يجي من بعد يتفاجئ يلقى روحه في تي ام يقصوا له في 6% تجي باش تشكي بيهم تجي باش تتكلم كذا يقول لك خويا هذاك هو معناتها قانونيا انت مشيت للبلدية وصححت وانت يزيد فوق من ذلك معناتها يكتبوا لي كونترا بالصغير هكا كتيبه صغيره من الفرحه نتاع التونسي اللي باش يسلك اموره يلقى روحه التونسي من الفرحه بالفلوس يلقى روحه صحح وسييه بالبلديه وكذا يعطيه الفلوس برك وفي الاخر خويا ما يقراش الكونترا بالكدا يجي يشوف من بعد يلقى في وقت القصان بالكدا معناتها وقت القصان يلقى روحه سيد مذبوح معناها يجي لهنا ولا تونسي حتى ما مسيخ ذا قرض ويوفاو الفلوس يلقى روحه ريبي لوت من جديد هات سلفني هات اعطيني باش ينجم يخلط الراس الشهر الجاي ياخو الشهريه ولا اللي تبقى من الشهريه باش يعاود شويه معناتها يخلص منها عطار ما نعرفش كذا شويه كرا شويه ما شويه ذو كذا اللي يلتجا للقروض حسن تصرف ولا سوء تصرف؟ اللي يلتجا للقروض باش تقول لي انت حسن تصرف ولا سوء تصرف؟ انا قلت لك قبيله كلمه خويا الباهي قلت لك انسان مضطر انسان مضطر معناتها ريت انسان مضطر انسان مضطر راهو يعمل اللي ما يخطرش على باله راهو انسان بطبيعه تلقاه كاري وصغار وشهريه معاش توصل تيباي ما يمشيش معناتها باش يطلب الشيء لا معناتها قدام جامع شهريه خويا معاش كافي على ليبوك معناتها على معناتها انسان قبل ليبوك 800 دينار يتسمى فقير في تونس توا 200 دينار يتسمى فقير راهو في تونس احصائيه بالحق راهو راهو بالحق راهو الوضع صعيب على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر ممكن توا جيست باهي عملها معناتها سياده الرئيس بارك الله فيه اللي معناتها باش تبدا نسبه نتاع التي في معناتها لي زامبو تتقص الشهر معاش تمشي للدوله ترجع للمواطن باهي لفته مزيانه كيفاش؟ معناتها نسبه نتاع لي زامبو فما اداءات كانت قبل تتقص معناتها من الشهريه نتاع الموظف العون اي معناتها انسان يخدم فما بارتي معناتها صغيره تمشي ترجع للدوله توا معناتها النسبة هذيك تتقص باش تعاود ترجع للموظف معناتها باش تعاود ترجع للخدام باهي لفتة باهية معناتها بمعنى اللي الحاجة كيما هكا معناتها ما عادش يثقل الكاهل نتاع الموظف يعني باش ينقص له في ليزامبو ينقصوا نجموا ينقصوا 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 معناتها مش حاجة كبيرة أما فما نسبة معينة معناتها باش تنقص اللي كانت هذيك ترجع للدولة أداءات معناتها ترجع للدولة هذيك معناتها باش ترجع معناتها كما نقولوا معناتها تدخل في الرونتابيليتي نتاع المواطن معناتها المواطن لهنا باش ياكل 50 دينار ل 40 دينار يتمتع بهم هو في جيبه معناتها باش يزيدهم هو على حاله باهي لفته مزيانه ويا حبذا يا حبذا يا حبذا زاد موضوع اخر بجاه ربي بربي مالكي البنوك الخاصه جي دي بيان مالكي البنوك الخاصه تعملوا مزيه تعملوا لجان خاصه وتهبطوا يهبطوا يعملوا دي كنترول في المؤسسات نتاعهم وشوفوا شنو اللي قاعد صاير في المؤسسات البنكيه شنو اللي قاعد اللي قاعد صاير خويا الباهي المواطن التونسي قاعد يتحقر المواطن التونسي قاعد يتنبز يمشي على سلفه لا ما عندكش حق لا ارجعنا غدوه لا الجمعه الجايه وزيد كي تاخو انت قرض خويا الباهي نتاع شنو انت بعد تقص لي مونطو معين جي نحكي معاك تقول لي هذوك ما فري دو دوسي شنو هي فري دو دوسي انا باش ناخذ مني قرض وباش تاخذ انت السفر معناتها قداش باش تقص عليه القرض هذاك وتزيد فوق من ذلك ندفع انا 25 دينار فري تامبر ونزيد ندفع انا فلوس لاسيرونس ونزيد ندفع من فوق فري دو دوسي كيسكو سا في دير اش معناها فري دو دوسي اش معناها هذه وكان حتى جات كما نقولوا 50 دينار 20 دينار راه مع بيت تضرب في ضرب كبير وزيد مع الاخلاق المنعدمه نتاع البيرسونيل نتاع برشا معناتها بيرسونيل نتاع برشا بنوك اللي بالحق سورتو معناتها البنوك الخاصه راهو تمشي خويا الباهي يستقبلوك ما عندناش فلوس ما عندكش الحق في السلفه لا شهريتك ضعيفه لا الا ما تتصب لنا معناتها الشهريه نتاعك باش نقصوا نحن للشونس نتاع القرض وما نعرفش شنو هي انا انا شهريتي تتصب عندكم وتيتيلير واموري واضحه ومرسم وراه ما نحكيش على روحي معناتها بوينت في بيرسونيل
صحيح راهو قاعد يصير هذا مع اللي قاعد نشوف فيه انا راهو قاعد يصير، اما راهو فما برشا عباد زواول راهو يدخلوا من يخرجوا من غادي راهو ساعات يقول لك قسولي معنا وبعث لك مع... نحب نسالهم انا هذوما مالكي البنوك الخاصه امشيوا واسالوا علاش الاكثريه نتاع المواطنين التوانسه قاعدين يسكروا في اللي كونت نتاعهم هكاكا ما تحك راسهم مشى سكر الكونت نتاعو تي ما لقى الهم في وسط البنكه تي ما لقى الاخلاق المش باهيه ما لقى القساني اللي مش هو ما هو تفاهم معاه على تي ام ام يلقى تي ام ام اخر راهو علاش انت تخدم انت تخدم سامحني خويا الباهي بالله حاجه اخرى بربي سمعت هي كانت قبل خويا الباهي يجي خويا يقول له باش نسكر الكونت يقول لك اوكي اوكي برا على روحك هاك الكونت سي بون يقعد الكونت يخدم عليك تجي انت باش تاخذ قرض من روحك يقول لك معلم عندي كروج راهو مليون ولا 700 ولا 800 برك الله فيه معناتها البنك سنترال معناتها الى انسيستي باش ولاو توا تاخذ رسيو في يدك اللي الكونت نتاعك سيي فرمي سيي كلوتير تسكر الكونت اللي قبل كانت اوكي برا على روحك هاك سيي تنسكروا الكونت تجي في الاخر تتفاجئ بعد عام عامين معناتها شنو هي تلقى الكونت فيه فلوس روج ومطالب بالسيف عليك لازم تخلص الروج هذاك تقف حياتك راهو غادي لا تنجم تاخذ قرض لا تنجم تعمل حتى شيء يقول لك لما تسكر الكونت هذاك والكونت هذاك تلقى فيه فلوس معناها بالقانون الجديد ما عادش بالقانون سامحني بالقانون الجديد بتاع 3/3/2024 الكونت حتى وين يكون فيه فلوس في الروج لكن انت اللي خذيت لقاف خذيت شيكات تنجم يتسكر اوتوماتيكمون تقدم مطلب ويتسكر اوتوماتيكمون الحمد لله قلت لك بعد 3 شهور يتسكر خويا الباهي خلينا نقول لك حاجه يا ريت نقول لك حاجه خويا الباهي الاكثريه انا راه ما نقولش البنوك الكل 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 راه اما الاكثريه نتاع البنوك الاكثريه نتاع البنوك تصورت حتى فس الكورونا انت حتى فس كورونا ساعتها عملوا الوقفه نتاع السي موا ما يقصوش عليك معناتها حتى مواطن تونسي ما يقصوش القروض العباد فرحت وارتاحت وكذا من بعد كي عملوا اعاده جدوله نتاع القروض يلقاو برشا عباد مساكن تضرت فما برشا عباد معناتها برشا عباد رست لها معناها ولات مطالبه معناتها بديمونتون معناتها كبار على الاخر وماهوش هما شنو تقولي اعاده جدوله و وترجع لي ما نعرفش شنو احنا مطالب نحن نطالبوهم سورتو مالك البنوك الخاصه يعملوا مزيه البيرسونيل اللي حاطينهم هما في البنوك نتاعهم في لي زيتابليسمون نتاعهم يوعيهم شويه ويقولوا لهم قدروا شويه المواطنين التوانسه واحترموا شويه راهو نحن نخدموا بهم هما نشوفوا الاكثريه ما كما نقولوش النسبه نتاع 90% 80% توانسة عايشين بالقروض ولا البنوك لهنا معناتها ماذا بينا نحن عايشين بالقروض مخيرين والا ضروره التونسي ما عادش يخلط تونس ما عادش خلط